عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة المشاهدين، احنا مرحبين بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم عيال القباح. وفي هذه الحلقة كيف عينا نكفر لكم لان تم ولا مرة نعدل بحث مختصر عن بعض الأعلام فتيان القباح في مجال من مجالات العلوم الثقافية والعلمية الربانية، ونعود نعطوه لكم بإذن الله تبارك وتعالى ونقدموه لكم من خلال هذه الجلسة من أجل فتح شهية الباحثين، من أجل رد بعض من الجميل لهذه الأعلام وهذه الأفذاذ وهذه رجال الدين اللي بناوا الثقافة الموريتانية وبناوا المحضرة الموريتانية وبناوا المجد الموريتاني قبل الاستقلال وبعد الاستقلال، ولا زال المشوار متواصل والرسالة متواصلة إن شاء الله تعالى. احنا الليلة مع ضيف من ضيوف التاريخ، عدلنا عنه كيف قلت لكم بحث مقتضب. هذا الضيف ترجم للمختار الحامدون في حياة موريتانيا، فقال عنه أنه كان عالما صوفيا أديبا بكل معنى الكلمة، أي أدب الأخلاق والرواية والإنشاء. ترجم له الشيخ طالب الخير والشيخ مامين في كتابه التاريخ أمراء وعلماء، قدم له الباحث والشاعر خليل النحوي في كتابه المنارة والرباط، وكذلك الدكتور يحيى ولي البراء في أطروحته حول الألفية. تحدث عنه المؤرخون الكتاب الفرنسيون لفترة الاستعمار من أمثال بول مارتي في حديثه عن معركة جوجت التي أثخنت فيها هذه المقاومة جراحة المستعمر. هذا العلم يستحق، زاد هو كيف كل الأعلام الموريتانية اللي مازالت ما فات رات قدحها من البحث والتنقيب والسبر الأغوار، أنه يجبر منا قد اللي نفتح به كيف قلت لكم المجال واسعا أمام الباحثين، إياك يجبرونا منه كثير من الدرر والشذرات. هذا الشيخ سيديا والشيخ أحمد والسليمان الملقب ديديا والشيخ أحمد. هذا العلم ولد سنة 1872 وتوفي سنة 1944. درس دراسات المحضرية على والده وعلى أخوه، ومن ثم على بعض الأعلام الموريتانيين من أمثال يحضيه العبد اللدود والشيخ معي. يمكن حسب الباحثين أن نقسم حياته إلى ثلاث أقسام. القسم الأول من 1800 احنا قلنا عنه خلاقة مثلا 1872 إلى 1903، فترة تحصيل هون في الأفهام الخيام من العلماء ومن المدارس والمحاضر اللي كانت منتشرة آنذاك، فنهل من معينها من عند 1903 إلى 1930. هذه فترة جهاد خالص انتقل فيها إلى فريق المقاومة برئاسة الشيخ ماء العينين، وكان فيها ملي عنده دور بارز كيف قلت لكم حتى بشهادة الأجانب من أمثال بول مارتي. من 1931 من 1943 مرحلة التمثيل الدبلوماسي. التمثيل الدبلوماسي هون معناها تمثيل الثقافة الموريتانية، تمثيل العلم الموريتاني، تمثيل الشعر الموريتاني. كان الدبلوماسية الثقافة الموريتانية آنذاك، لأن في ذلك الإبان ما كانت هناك دولة. 1931 1943 احنا استقلينا 1960، يغلبون يقولوا الدبلوماسي معناها أنها دبلوماسية عن الثقافة الموريتانية، كان سفيرا لهذه الثقافة، مثلها أحسن تمثيل، وفعلا مثلها في ذيك المنابر العلمية وفي زوايا الصوفية من أمثال زاوية الشيخ نشاخ ماء العينين. ولذلك عنده عدة مناظرات وعنده عدة معارضات وعنده عدة دروس في تلك المنابر في تلك الزاوية وفي غيرها من الزوايا آنذاك. هو اللي يقول عنه الشيخ مربيه ربه والشيخ ماء العينين: يستعذبه المجالس ولا تمله المجالس، يستعذبه المجالس ولا تمله المجالس ولا تمله المجالس. معناها عنه عالم شيخ مجاهد،
سبحان الله الناس بارك الله في اعمالهم، مع انه هذا عنده ما عنده الوقت لهذا، لكنه كان ايضا صاحب تاليف، مع انه مجاهد، مع انه مدرس، مع انه يقرض يالف ايضا، الف كثيرا، اجبر من الوقت اللي قد يالف فيه. فهذه هذا كتاب ازمه العلوم له كامل الفه، وهذا اضطر على شرح الالفيه، على شرح الالفيه ابن مالك، وهذا تعليق على المختصر، وهذا شرح لاسماء الله الحسنى، وهذا شرح قصيده مانة السعاد، وتاليف في المنطق وعلم الكلام الى اخره. الناس تبارك الله احسن الخالقين، بهم تقوى الله يسعدهم وبهم الفضل، بارك الله في اعمالهم، فانتجوا غزير العلم وغزير الجهاد، واوصلوا لنا كثيرا من هذه الحمد لله النفائس وهذه الجماليات اللي نحن نعتز بها. هذا الشيخ من اللي لفت انتباهي في هذا الابان، هو عليه في هذا الابان خاصه، هو اننا والحمد لله في هذه الفتره اللي نلتفت على المحاضر، هذه الفتره اللي نلتفت على المحاضر ونلتفت على النصوص اللي فيها حفظا، وانشانا فيها جائزه رئيس الدوله للمتون المحضريه ولحفظ هذه المتون، وهذا من اكبر الانجاز العلمي ونشيد به من هذا المنبر. نقولوا من هون من هذا المنبر ان نشيد به، وان مثمنينه كادباء ومثمنينه كباحثين، به للرجوع الى الحفظ، هو سيرتنا الذاتيه، هو اللي مقومنا علمنا، هو اللي قومنا ثقافتنا، وحصل ما في الصدور، قال الشيخ محمد المامون والشيخ محمد فاضل، وحصل ما في الصدور، ليس بعلم ما يعي القمطر، انما العلم ما وعاه الصدر، علمي معي اينما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا اشوف صندوقي، هذا معروف عند العلماء. وكم من عالم يقال له الحافظ فلان، الحافظ لماذا؟ لانه حفظ المتون. معناها مشجعين ومثمنين هذه الخطوه اللي قامت بها هذه الدوله في الرجوع الى المحافظ والى المحاضر والى حفظ هذه المتون. نص شنو؟ الموجب في الدنيانا بالشيخ سيدياء والشيخ احمد الدو في هذا الابان، لرائعته التي تعتبر بطاقه تعريف للمحضر الموريتاني. هذه الرائعه من تخممت فيها، يا هو هي، يا لو كانوا لها ما يحفظوا المتون ما يقد يعودوا نفتهم، لو كانوا ما هم معتنين بحفظ الكتب ما يعودوا نفتهم، ما يعودوا كيف الوصف اللي وصف هو، ويعودوا يوصف واحدين سابقوا، لكن اللي هو اللي الان موضوع الحلقه. لكن الشيخ سيدية في نونيته الشهيره يوصفه، شخص محمد الشيخ سيدية في نونيته الشهيره، وذاك فلان وذاك فلان، لكن هذه تعتبر عندي بطاقه تعريف للمحضره. ومن هنا جاء التثمين للجائزه اللي الحمد لله عندنا له نصد عليها وعندنا له نعدلها. اياك نعود ونعرف اننا اقتفينا الاثر الصحيح بهذه الخطوه، اثر هؤلاء العلماء، فمن لي بفتيان كرام أعزة يكونون أصحابي وأصحابهم دهرا. هذا هو يقول، فمن لي بفتيان كرام أعزة يكونون أصحابي وأصحابهم دهرا. هذا اللي يتمنى هذا العلم، هذا اللي يتمنى هذا الطود الشامخ، الولي الرباني والشيخ والمجاهد، واللي ملي هذا ما هو ظالمه، به اللي بحر قلت انك ذاك مقادر العوم واذا انت جيت اليوم، ولا بحر قلت انك ذاك مقادر العوم واذا انت جيت اليوم، وهو جدر الصدر العاد معلومي معلم ذاك اقوم، هو جدر صدرايته معلوم، ولذلك كان هو اقوم معلوم، ما هي ظالمته. هذا اللي يتمنى انهم يكونوا اصحابه، هذا من هم؟ هذا العلماء الحفاظ، علماء الحافظين، هذو هم اللي راجعين ان شاء الله عنها تعود تفرز هذه الشهاده من جديد، لين يحيا أمثال الشيخ سيدية والشيخ أحمد والسليمان وغيره. فمن لي بفتيان كرام أعزة يكونون أصحابي وأصحابهم دهرا، يخوضون في كل العلوم بفهمهم. شوف إياك تعرفوا أننا نثمن هذه الخطوة، وأن حفظ المتون وجائزة الله تخرج عنها مهمة كثيرا لهذا البلد، لأن نحن ما عندنا من المعادن ما هو العلم، ولا قطع عندنا من المعادن ما هو العلم والمعارف. يخوضون في كل العلوم بفهمهم، فهذا بذا أدرى وذاك بذا أدرى. هم شنو هم؟ هم افطن ما هم بعد مستفرغين. فمن كاتب قفا طويلا وكاتب علوم أصول الدين يجعلها ذخرا،
ومن كاتب بانت سعاد وكاتب خليل يمر اوقفا نبكي من ذكرى. شفت كاتبين ما معنى هذا؟ ما هو بسيط، هذا معناها مدة لا تقبل من ذفر. نحن لما رأت من كل جامعة أبدت لنا الجوهرين الشمعة والعسلة. نحن ندور من خلال هذا الجائزة الجديدة نحيو أمثال هؤلاء الرجال اللي يصفهم هذا العلم، والرجل والشيخ الرباني اللي هو الشيخ سيدية والشيخ أحمد والسليمان ديدية علما. فمن لي بفتيان كرام أعزة يكونون أصحابي وأصحابهم دهرا، يخوضون في كل العلوم بفهمهم، فهذا بذا أدرى وذاك بذا أدرى. فمن كاتب قفا طويلا وكاتب علوم أصول الدين يجعلها ذخرى، ومن كاتب بانت سعاد وكاتب خليل يمر وقفا نبكي من ذكرى، ومن كاتب قف بالديار وقارئ أمن أمي أوفى أو سما لك إذ يقرأ. الله الله. ومن منشد بان الخليط ومنشد دعا باسم ليلى أو تذكرت والذكرى، ومن معرب يرمى فيعرب فيعرب كلمة من البيت إذ يرمى ويسقط في الأخرى. شوف هذه هي المحضرة الحقيقية. يباتوا يزارقوا يرمى بكلمة، يباتوا يزارقوا كلهم، مرة هذا لا ينجح في هذه الكلمة ومرة هذا لا يسقط فيه. لكن السقوط اللي ما هو سقوط شاقولي، هذا سقوط فارس الجواد يكبو. ومن معرب يرمى فيعرب كلمة من البيت إذ يرمى ويسقط في الأخرى، هي قرايت في البيت، تقول عنده قراية أخرى لكن أنا قريت في القراية. ومن معرب يرمى فيعرب كلمة من البيت إذ يرمى ويسقط في الأخرى، فمن قائل هي اسم كان أو اسم لا، ومن قائل تلك اختصاصا وذا إغراء. شفتوا عن حد ما عنده النص يبقى يتطمص، حد ما عنده النص يبقى يتطمص. هذه الرائعة، هذه الرائية لهذا العلم الرباني اللي جاهد في سبيل الله، قاوم الاستعمار، عدل مجالس العلم، قرأ، افتى، وصار التخمام وصار تفكيره من أجل هذه، أعطاها هذه التقديم كيف قالوا بطاقة تعريف خالصة لهذه المحضرة اللي ندور، المحضرة اللي ندور إن شاء الله عنا نحيوها من جديد، وإحياءها سيكون بإحياء علوم الدين، وإحياؤها سيكون إحياء لعلوم الدين. ومن كاتب قف بالديار وقارئ أمن أمي أوفى أو سما لك إذ يقرأ، ومن منشد بان الخليط ومنشد دعا باسم ليلى أو تذكرت والذكرى، ومن معرب يرمى فيعرب كلمة من البيت إذ يرمى ويسقط في الأخرى، فمن قائل هي اسم كان أو اسم لا، ومن قائل تلك اختصاص وذا إغراء، وتلك اختصاص وذا إغراء، ومن قائل هي اسم فعل وقائل لقد حاز هذا بالمجاورة الجرة. ذاك جانب العلم، ذاك جانب النحو، وراه هو طول فيه هون الشيخ سيدية به اللي متضلع منه حتى يعرفه، يعرف علوم اللغة العربية. من كاتب انقفاض، شو تركيز على علوم العربية، لأن دون علوم العربية لا يمكنك أن تفهم علوم القرآن. يكون أصحابي يأخذون في كل العلوم بفهم، فهذا بلا أدرى ذاك. فمن كاتب انقفاض طويلة، شفت علوم أصول الدين يجعل هذا، ومن كاتب بانت سعاد وكاتب خليل يمر أوقفا نبكي، ومن كاتب قف بالديار وقارئ من أمي أوفى أو سما لك إذ يقرأ، ومن منشد بان الخليط ومنشد دعا باسم ليلى وتذكرت والذكرى، ومن معرب ادخل النحو، فمن قائل هي اسم كان أو اسم لا، ومن قائل تلك اختصاص ولا يغرى، ومن قائل هي اسم فعل وقائل لقد حاز هذا بالمجاورة الجرة، ومن كاتب علم البيان والشارح لكاتبه الإنشاء والحد والقصر، ومن كاتب علم البيان وشارح لكاتبه الإنشاء والحد والقصر، ومن قارئ علم البديع ومظهر لكاتبه التدبيج واللف والنشر، ومن كاتب علم الحساب بخطه إذا خطه قالوا له زد هنا صفرا. صفرا حد يعرف مثلا الرياضيات كيف تيانا يعرف عنه، قلتهن صفر ما هو لا الروي حده، قلتهن صفر قمة في المعنى الحسابي، لأن واحد يتم واحد يلي يعود حدها صفر يعود عشرة، عشرة تم عشرة يعود حدها صفر تعود مية، شوفوا ذي من القيمة.
هو الصفر عبارة عن لا شيء، لكنه في الرياضيات عبارة عن كل شيء. معناها عنه اختصر الرياضيات هنا في صفر. زيد هنا صفر معناها أنك عندما تزيد الصفر التم دائما تجبر أس أكبر من الأس اللي كنت فيه. وهذه الجملة مختصرة كثير من علم الحساب. ومن كاتب علم الحساب بخطه إذا خطه قالوا له زد هنا صفرا، ومن حامل عيشا كثيرا لقومه، ومن حامل لحما، ومن حامل تمرا. هذا كامل كانوا مجندينه وذي الطاقات وذي القوت، كامل مجندينه ومخصينه لحفظ المتون، لحفظ المتون. لأن بدون حفظ المتون لا يمكن أن يبقى هناك رجال، لا يمكن أن يبقى هناك رجال دين ولا رجال لغة ولا رجال علم. ولذلك كثيرا من كثيرا من أعداء الأمة وأعداء الوطن يختاروا يعود هناك نوع من التدريس فقط، التدريس فقط دون حفظ. وذاك هو اللي انتبهنا له في الأخير الحمد لله، وانتبهوا الحكام الموريتانيين بإنشاء هذه الجائزة، اللي كان هذا الرجل اللي توفي سنة 1944 يصف أهلها. معناها اليوم منين إن شاء الله نحيوها لا هي تبقى كيف تهاوكت ياها الحال. معروف كيف قلت لكم عنه هو عالم من الأعلام اللي الحمد لله مشات حق ومشات له، ونيت لي ارتحم 1944 جاي له الحمد لله، أظن أنه ارتحم في بودافيا، ندفن في بودافيا لكن اللي تاهم. معناها عنه جبر كثير واستقبلوه أجلاء، وجبر معهم كثير من المذاكرة وكثير من العلم، وافتى في كثير من النوازل اللغوية والفقهية في كثير من المنابر يضيق الوقت عنها كاملة. لكن هم اللي كان فمت ياها مسحة ظرافة لا يخلو منها الأديب، وخاصة الشيخ الموريتاني عندما يتلي يقول الشعر، وخاصة عندما يعود مع أصحابه وزملاه. هو مرة وراه هو من أصحاب المختار وللمعلاء، الشيخ المختار والمعلاء، وعنده معاهم شعرات، ومن أصحاب الشيخ مربيه ربه والشيخ مال عينين، وعنده معاهم شعرات، ومن أصحاب رجال آخرين أجانب من الدولة المغربية الشقيقة، وعنده معاهم كثير من المراسلات والشعر. لكن هذا كامل كله الحمد لله ما يقدر نحصر في وقت واحد، لكن كيف قلنا راجين إن شاء الله عن مراكز البحوث يعتنى بهذا النوع من الرجال، وخاصة هذه الدرر اللي ما فاترات قرعتها من 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 الأحوال. الآن لهي نحكي أبيات بينه هو والشيخ مربيه ربه تدل على ظرافته وخفة ظل العلماء الموريتانيين. جرى العرف أن المرء يسأل إن غدا عريسا عن الحمد الجميل أو الصبر، ولم تسألوني والسؤال إعانة، فأخبرتكم بالحمد لله والشكر. جرى العرف أن المرء يسأل إن غدا عريسا عن الحمد الجميل أو الصبر، ولم تسألوني والسؤال إعانة، فأخبرتكم بالحمد لله والشكر. جابه الشيخ مربيه ربه والشيخ ماء العينين والشيخ الشيخ سعد والشيخ الشيخ محمد فاضل: أخير عريس زانه البر في البر، صدقت وإن الصدق يهدي إلى البر. جرى العرف عن تسأله كيف حاله، كما أنه أجرى الجوابات بالشكر، فرب جواب قبل سؤل أفادنا بأن مقام الشكر أزكى من الصبر، وأن زكاة العلم بذل فنونه بغير سؤال، يبدل الطي بالنشر وتأخير تسأل ليس عن الذي تحب، ولكن من أقام على عذري، إلى آخره. مع أن هذا العلم ما صابقته وكان في غربة عن بلاد موريتانيا، إلا أنه كان له أيضا دور كثير وكبير في هذا الأدب الحساني. وإذا قاع هو حالة هذه العلماء الموريتانيين دائما دايرين كراعين هك وهك، يدين هك وهك، يبادلوا يديهم بين ذاك وذاك، ما هم لا ينساوا لغتهم ولا ينساوا لهجتهم. ومن أحسن اللي سمعت من 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 الوعظ ومن التوجيه هذا 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 الطلعتين اللي له نحكي عليكم لهذا العلامة. له الدنيا كذب الحقنا وخيار البيه العمر يفوت، الله 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 الموت 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 الموت، الدنيا اللي لاهيتك ما تلهي لذاك، انهيتك عن شي فيها يطرح صيتك، لا تغفل فيها عن لخوت، وتمم حجل عن دينيتك، ما هي شي وانذف الرفوت. له الدنيا كذب الحقنا
وخيار فيه العمر يفوت. الله 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 الله، الموت 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 الموت. تقوم انت بيك الطمعه والغيره، ترعى ما ترعى قدامك وتلغي الشبعه منها، وانت في اللي مثبوت مالك لاهي تسعى مسعى في الدنيا وتركون القوت. انا هالشي ما هو رزقك مالك راي. هذا يدل على ان الرجل كان كيف هذه الاعلام كاملين اللهجه الحسانيه، ما هو هاملين هو يقول اغناه ويقول شعرهم فيها كما اللغه العربيه. معناها عنه جهوم البلد سنه 1944 وارتحم في بليدين قالها بدا فيها، فاستقبله المختار حامد ايضا، واستقبله علماء هذه البلاد بكثير من الشعر واللهجي والشعر الحساني. غير ما نقدر ذا كامل بدع عليه خلال 15 دقيقة 18 دقيقة يا غير، بعد الحمد لله اللي ما لا ينال كله لا يترك جله. حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.